طبعا هؤلاء المستقلين الذين قبلوا بمبادرة السيد مقتدى الصدر بالتأكيد هم يعني موجودون قبل ذلك، موجودون منذ أن بدأ النزاع السياسي والاختلاف والخلاف حول تشكيل الحكومة وتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان وتشكيل التحالفات السياسية. وبالتالي موقف المستقلين قد لا يكون هو الفيصل في هذا الموضوع، لأن المستقلين في السياسة العراقية قد يكونوا مستقلين وصفا ولكنهم غير مستقلين واقعا. أغلب المستقلين هم جزء من الكيانات السياسية ولكنهم رشحوا كمستقلين مدعومين من كيانات سياسية، وكل مستقل قد يميل إلى جهة سياسية بعينها، وربما يوجد بعض المستقلين ولكنهم قلة من المستقلين الذين يبتعدون عن جميع القوى السياسية ولا يتصلون بقوة سياسية محددة، ولكن هؤلاء قلة قليلة جدا. الغالب من السياسيين المستقلين هم مدعومون من قوى سياسية، والذين يعلنون دعمهم للإطار التنسيقي فهم قريبون من الإطار التنسيقي، والذين يعلنون دعمهم للتيار الصدري فهم قريبون من التيار الصدري، ولكن للأسف الشديد لم يظهر المستقلون أي عزيمة حقيقية إذا كانوا مستقلين، أي عزيمة حقيقية في دعم هذا الاتجاه أو الاتجاه الآخر من أجل الوصول إلى تشكيل سياسي يفضي إلى تشكيل حكومة جامعة وحكومة وطنية وحكومة قوية. حتى اللحظة المستقلون كانوا فقط عناوين وأرقام ولكنهم ليسوا حقيقيين للأسف الشديد. نعم، كما ذكرت أستاذ هادي، هناك انقسام كبير نشأ في موقف النواب المستقلين بين مؤيد لمبادرة الإطار التنسيقي وآخرين لمبادرة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. بماذا تفسر ذلك؟ أفسر ذلك كما قلت في البداية بسبب أنه لا يوجد مستقلون حقيقيون في العراق. يعني المستقلون هم عنوان ظاهر للرأي العام ولكنهم في الحقيقة ينتمون إلى جهات سياسية، وهم ليسوا يعني لا يكونون أو ليسوا جزءا من تغيير المعادلة، أي أنهم ليسوا فاعلين في تغيير المعادلة لحساب هذا الطرف أو ذاك. ولو كانوا قادرين على تغيير المعادلة لفعلوا ذلك منذ البداية، منذ 5 أشهر أو 6 أشهر. الانتخابات جرت في أكتوبر من العام الماضي ونحن الآن نقترب من النصف، نهاية النصف الأول من العام 2022. يعني ربما نحن نقترب من عام كامل على تشكيل على الانتخابات. هذه كارثة. منذ العاشر من أكتوبر 2021 وحتى اليوم هنالك 8 أشهر، يعني بقي لنا 4 أشهر لنقول أن الانتخابات العراقية مضى عليها عام كامل. نعم أستاذ هادي، عذرا على المقاطعة، ولكن ما هي العقبات التي من الممكن أن تعترض هذه المبادرة وما مصيرها برأيك؟ أنا أعتقد أن كل المبادرات لن تكون ناجحة طالما أنها تركز على مطالب الجهة التي تطرح المبادرة. يعني عندما قرأنا مبادرة الإطار التنسيقي يعني هي مجموعة نقاط، ولكن في النهاية نفهم أن الإطار التنسيقي ما يزال مصرا على موقفه. وعندما نقرأ مبادرة التيار الصدري، وعندما نقرأ مبادرة السيد البرزاني، وعندما نقرأ مبادرة السيد الحلبوسي والسيد الخنجر والسيد يعني أي والسيد عمار الحكيم أيضا، نقرأ أن هذه المبادرات صحيح أنها تتضمن نقاط عدة، ولكن في النهاية هي تركز على مطالب الجهة التي تطرح المبادرة وتريد ضمان مطالب هذه الجهة، وهذا يتقاطع مع مطالب الجهات الأخرى. ولذلك المبادرات التي تطرح للأسف الشديد تعترضها مبادرات أخرى مناقضة لها، بمعنى آخر وكأن كل طرف يقدم مبادرة يقول تعالوا نفذوا مبادرتي أو لنعتمد على المبادرة التي أقدمها، وهذا لن يأتي بنتيجة للأسف الشديد، لأن كل الأطراف السياسية لديها مبادرات وهي مصرة على مبادراتها وتعتقد أن الحقيقة الكاملة معها. نعم، وضحت الفكرة. شكرا لك سيد هادي مرعي، كاتب ومحلل سياسي، كنت معنا من بغداد.